الله وين والله والحسين ما أطالب بس بحق أولادي ودي يحكي خلي يحكي شو يقولون خلي يقولون إحنا ما نطلع إلا يطلعون إلا تغيير النظام. دموع تخرج ما في القلب من غصة، فبحنان الأم تصر هذه المرأة الكربلائية على البقاء في ساحات الاعتصام حتى تنفيذ مطالب المتظاهرين بإسقاط النظام. كغيرها من المحافظات كانت محافظة كربلاء وما زالت سباقة بالخروج في تظاهرات حاشدة تضامنا مع مطالب المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد. احنا اليوم طالعين ضد النظام المحاصصة الحزبية والمحاصصة الذي دمرت العراق ودمرت اقتصاد العراق. غضب كربلائي سلمي هتف بالأعلام العراقية مطالبا بحقوقه وجوبها بالرصاص الحي وقنابل الغاز والهيروات، فاستشهد العشرات وجرح المئات من المتظاهرين. هسه نشوف الأحزاب دمرت العراق بصورة عامة، يحجون بالدين ويحجون بالحسين ويحجون على الثورة وهم بعيدين عن ثورة الحسين. الشعب طلع يقول ثورة سلمية، يقول ثورة سلمية، لزموهم وقتلوهم على شنو السبب؟ وكعائلة واحدة يعيش المعتصمون في محافظة كربلاء بروح تعاون عالية تعكس حب العراق والولاء له وليس لغيره فيما لم تغب الأم العراقية عن ساحات الاعتصام فيها. رحم الله والدي، هاي شرف لي أنه النساء العراقيات يطشن شكليات على راسي، لأن عرفاً الأم العراقية شلون يعني وقفت وشلون صمدت بهذا المكان، وصار 10 أيام أنا طلعت ويا ولدي المتظاهرين هنا وساندتهم أكل وشرب وماي وشاي وأسمى ومضيفي. هذا بوفي مفتوح، مطعم بوفي مفتوح مجاني. ولأن أي شريحة من أبناء المحافظة لم تتخلف عن التظاهرات، فقد كان لذوي الاحتياجات الخاصة وقفة بطولية لاسترجاع حقوق شهداء التظاهرات. وطننا راح، باقية الحرامية ما اريد غير وطن، وطالع على مود دم الشهداء، ولدي واخوتي طالع وياهم مساندا، انا رجال معوق بس انا طالع وياهم مساند. بهذه القلوب الطيبة والروح العالية يثبت العراقيون سلمية تظاهراتهم وصدق ثورتهم، ويعطون دليلا واضحا على كذب وافتراء الحكومة بوجود مخربين بينهم.